الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا أيضا دكتور إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية. أرحب بك دكتور إسماعيل بداية على شاشة أكسترا نيوز. مرحبا بحضرتك والسادة المشاهدين. إذا كنا نتحدث مع ضيفي السابق عن يعني هذا السباق المحتدم نحو البيت الأبيض، أرقام متفاوتة لأنها متقاربة نوعا ما يعني بين المرشحين، ولكن في جائحة كورونا دكتور إسماعيل هل بدا لك الأمر مختلفا؟ إلى أي مدى تداخلت هذه القضية، هذه الجائحة أو هذا الظرف يعني في هذا السباق الانتخابي؟ يعني أنا أعتقد كما يقول البعض أو يذهب إلى اعتبار أن فيروس كورونا وتداعياته وتأثيراته على الناخب الأمريكي هي العامل الأكثر أهمية والعامل الأكثر تأثيرا في يعني تقليل فرص إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب. أعتقد أنه الرئيس دونالد ترامب على مدار 3 سنوات يعني حتى يناير 2020 كان يؤدي اداء عاليا على المستوى الداخلي الامريكي من حيث مستوى نسب الاقتصاد، تحسن المؤشرات الاقتصاديه الامريكيه، معدلات النمو، معدلات فتح الشركات، ارتفاع الاجور، نسب البطاله التي انخفضت كثيرا، اجمالي الاستثمارات المباشره التي دخلت الاقتصاد الامريكي وعملت اعاده للانتعاش الشركات، كان يؤدي بشكل جيد. تابعنا زياراته لدول الخليج ومنطقة الخليج، مناطق في آسيا وفي أوروبا، الحرب التجارية التي شهدتها الولايات المتحدة مع الصين وكم الإجراءات الحمائية والفرض يعني مسألة الإجراء التفاوض التجاري الذي كان بموجبه تم إجراء مبدئي لاستيراد 200 مليار دولار بما يعادل 200 مليار دولار من الصين كاتفاق مبدئي. كل ذلك كان يسير في زيادة فرص إعادة الرئيس دونالد ترامب ليكون سيد البيت الأبيض لمدة 4 سنوات قادمة. إلا أنه دكتور إسماعيل ما زال هناك يعني نتائج، يعني في نحن في انتظار نتائج فرز باقي الأصوات وما زال. كنت بقول لحضرتك إن كل ده كان قبل تداعيات فيروس كورونا. إحنا عارفين إن الفيروس انتشر في الصين يمكن في أواخر 2019، انتشر في العالم كله من بداية من مارس 2020. كل هذه الأمور التي تحدثت عليها بشكل إيجابي وفيما يخص إدارة الرئيس دونالد ترامب تغيرت إلى الأسوأ وإلى العكس، تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأمريكي، انخفاض معدلات النمو، زيادة معدلات البطالة، ارتفاع نسب الشركات وأعمال المصانع التي أغلقت وفض الامريكيين الوظائف. يعني لهذا السبب تحديدا دكتور اسماعيل، البعض يقول بانه لو يعني جائحه كورونا لم تكن موجوده فدونالد ترامب كان بالتاكيد هو الفائز الاول بهذه الانتخابات. بمنتهى الاريحيه كانت فرص اعاده الانتخاب وكانت هتبقى بمنتهى السهوله. اعتقد ان الناخب الامريكي مثل الناخب الاوروبي هو لا يتذكر الماضي كثيرا، وانما يعنيه ما يعيشه في اللحظة الآنية، ما ترتبت عليه الأعباء الاقتصادية، فقد الوظائف، زيادة البطالة، نسب الوفيات الكبيرة. يعني لما نقول إن إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة والشعب الذي كان إن مات منه 10 أو 15 فرد تقوم الدنيا ولم تقعد، تتعدت نسب الوفيات من كورونا فوق 250 ألف نسمة، إجمالي إصابات ملايين. كل ده أثر على فرص إعادة الرئيس دونالد ترامب. وزي ما حضرتك قلتي إنه يعني على الرغم ما يقال دايما إنه الرئيس جو بايدن ليس بالكاريزما التي يمكن أن يحسم الصراع، وإن كان هو بهذا النوع، يعني لو الديمقراطيين كانوا دفعوا بمرشح له كاريزما وأكثر شبابا وأكثر حيوية وليس يعني من السياسيين الذي تم يعني معرفة سياساته على مدار فترة طويلة، كان ممكن أن يحسم الانتخابات بشكل قوي ضد الرئيس دونالد ترامب بعد كم هذه التحديات التي واجهتها الإدارة الأمريكية في السنة الأخيرة 2020. طب دعنا دكتور إسماعيل نتحدث عن الولايات المتبقية، هي ولايات متأرجحة بطبيعة الحال، إلا أنه ترامب يبدو أنه هو الأكثر تأثيرا فيها ويتقدم بشكل أكبر على منافسه بايدن. برأيك ما مستقبل هذه الولايات المتبقية
متأجحة، كيف تقرأ الوضع أيضا تحديدا في بنسلفانيا؟ وهل تعتقد أن المسألة أصبحت محسومة دكتور، يعني أم سنترقب مزيد من المفاجآت؟ أنا أعتقد أنه يعني الرئيس دونالد ترامب على مستوى إدارته للحملة الانتخابية كان يعني يجابه تحديات أزمة كورونا، تحديات الشرطة العنصرية، تحديات حتى الإعلام الذي طول الوقت كان يقف بالمرصاد له ويحاول أن يثبت من هممه ويقلل من إنجازاته ويحمله تداعيات كورونا على اعتبار أن الإدارة مسؤولة عن عدم مواجهة تداعيات فيروس كورونا بالشكل الكافي حتى على نسب الوفيات. وبالتالي رأينا منذ بداية الحملة الانتخابية كم يعني المكايدة السياسية إذا جاز التعبير، في أنه كانت الولايات المحسومة للديمقراطيين كان يتم الإعلان عنها بمنتهى السهولة ومنتهى السرعة لمحاولة إيحاء أن الديمقراطيين المتقدمين وهز ثقة الناخب الأمريكي في الإدارة الجمهورية أو في إعادة أو نسب فوز الرئيس دونالد ترامب. أنا أعتقد أنه ما زالت الفرصة قائمة لانتخاب لحسم الصراع لصالح الرئيس دونالد ترامب رغم تأخر بعض الولايات المحسوبة على الجمهوريين. هو أدى بشكل جيد وإن كانت التداعيات يعني أثرت بشكل قوي، ولكن يعني الفيصل هنا أن الرئيس جو بايدن كان بالأساس مرشح ليس قويا، ليس له كاريزما معينة، لم يكن قادرا على مجابهة هذه الفوضوية إذا جاز التعبير التي كان يتصرف بها دونالد ترامب لكسب مزيدا من الأصوات داخل حتى الولايات المتأرجحة. الولايات دي طبعا لهم مصالح كبيرة لها علاقة بمسألة الطاقة وكم الضرائب وكم الأموال التي كانت تدفع في قوانين مثل أوباما كير اللي هو التأمين الصحي أو فرض ضرائب معينة على الشركات. أصحاب الأموال وأصحاب رؤوس الشركات أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الشركات في هذه الولايات يعلمون تماما أن مصلحتهم يعني تنتمي إلى مثل هذه الإدارة التي يمثلها دونالد ترامب لحماية الحفاظ على الأعمال كما يمكن أن يقال عليها في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تستمر أو إعادة أمريكا عظيمة مجددا. طيب بالحديث أيضا دكتور إسماعيل عن الولايات التي تم حسمها يعني فعليا حتى الآن، ما هي الولايات التي تطابقت نتائجها مع نتائج عام يعني أو انتخابات عام 2016؟ هناك ولايات يقال عنها جمهورية مثل تكساس وولايات أخرى توصف بأنها ديمقراطية، هل هناك تغيير في النتائج يعني بين انتخابات هذا العام وعام 2016؟ يعني الانتخابات مش هتكون كبيرة، ما يحسب على الديمقراطيين سيظل يحسب على الديمقراطيين رغم عدم الدفع بمرشح قوي، لأنه في الواجهة كان يوجد هيلاري كلينتون ويوجد باراك أوباما وجو بايدن. أعتقد أنه هو لم يكن يدير الحملة بمفرده، وكل ما كان له علاقة بوجود الديمقراطيين نانسي بلوسي حتى زعيمة مجلس النواب كل ذلك كانوا يتصرفون كفرق عمل وكانوا يتواجدون في مؤتمرات لدعم الديمقراطيين في ولايات أخرى، عكس دونالد ترامب الذي كان يعني يدير حملته ويتواجد في معظم المؤتمرات بنفسه ومن ولايه لولايه. التاثير مش هيكون كبير قوي اكثر من الولايات المتارجحه، وستظل هناك هذه التقسيمه التي يعلمها القاصي الداني او المراقب للشؤون الامريكيه بان بعض الولايات المحسوبه على الديمقراطيين ستظل محسوبه على الديمقراطيين، بعض الولايات المحسوبه على الجمهوريين ستظل محسوبه رغم يعني التحديات والمعوقات التي قد يلقاها في بعض الولايات التي لها طابع زي الملونين او الاقليات او التي الولايات التي تتاثر بمساله منع الهجره لمثل هذه الولايات، ولكن اعتقد ان العامل الحاسم في مثل هذه الولايات المترجحه هو سيكون ما يمكن ان يطلق عليه في ثقافه وسياسه الناخب الغربي او الناخب في الولايات المتحده الامريكيه تحديدا ما يطلق عليها النفاق السياسي، بمعنى انني كديمقراطي يجب ان ادعم كل ما له علاقه بسياسات الحزب الديمقراطي، ولكن في النهايه اعلم ان وجود
دعم لهذه السياسات سيؤثر علي وعلى وجودي في ولاية أو في مكان معين بوجود الملونين أو مزيج من الهجرة أو فتح الأبواب الأمريكية. ولكن لاستوضاح هذه النقطة فقط سيد إسماعيل، هل كل الولايات المتبقية اليوم والتي ننتظر فيها إعلان يعني فرز النتائج هي متأجحة؟ لأنه نيفادا يعني بحسب ما لدي من معلومات هي ليست متأجحة، هي محسوبة على الديمقراطيين وفقط فيها تأخر في إعلان النتائج. أنا أعتقد أنه يعني فرص الديمقراطيين في أنه أو فرص دونالد ترامب في أنه هو يحسم معظم هذه الولايات قد تكون واردة، ولكن في الانتخابات الأمريكية لا يمكن توقع أي شيء، على اعتبار أن هناك نوع من أنواع النصاب. ممكن أنا طول الوقت بدعم سياسة معينة زي سياسة الحزب الديمقراطي، ولكن وقت الصندوق ووقت الإدلاء بالصوت سواء داخل المجمع الانتخابي أو على مستوى الأفراد الناخبين ممكن أعطي صوتي لدونالد ترامب مثلا الجمهوري، الذي أعتقد من داخلي أن هذه السياسات تعود علي بالنفع. فيعني دعينا ننتظر، أعتقد أن حضراتكم عاملين مجهود كبير في متابعة الأحداث يعني لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة، فيعني عشان السادة المشاهدين ما يقولوش ان احنا يعني سبقنا الاحداث، ولكن منذ بداية العام ونحن نقول ان تداعيات فيروس كورونا وتداعيات بعض الاعمال التي لها علاقة بعنصرية الشرطة او الملونين او بعض السياسات الامريكية للادارة الامريكية في الفترة الاخيرة ستكون يعني موجودة وظاهرة بشكل كبير داخل الانتخابات الأمريكية. دعنا نتحدث عن نقطة أخرى دكتور إسماعيل. ترامب في يعني كلمة لهذا الصباح قال بأنه من الممكن أن نتجه إلى القضاء، إلى المحكمة العليا، وكأن بالفعل الأمور تسير نحو عملية قضائية. برأيك يعني لما يريد ترامب التوجه إلى القضاء وما الذي ينتظره؟ شوفي حضرتك، الرئيس دونالد ترامب في 2016 في الحملة الانتخابية التي كان يديرها وكان يديرها بمفرده، رأينا بعدما فاز أنه كان غير مستعد بفريق عمل قوي، بتجهيز حكومة معينة، بفريق حتى قانون. في الفترة دي والحملة الانتخابية اللي موجودة استعاد الرئيس دونالد ترامب بفريق عمل ضخم من القانونيين والمستشارين لمجابهة مثل هذه الظروف. هو يعلم منذ البداية أن الإعلام ضده، أن بعض المكايدة السياسية التي على مدار 3 سنوات كانت تفعلها له نانسي بلوسي داخل الديمقراطيين، ورأينا يعني الحروب التي دارت إذا جاز التعبير عليها داخل مجلس النواب، وبعض المشاكل لها علاقة بمسألة عزل الرئيس دونالد ترامب لو تتذكرين معي، أنه كان يعلم تماما أن قد تكون هناك مكايدة حتى من داخل الإدارة أو المسؤولين اللي الغير راضين على أدائه في بعض التوجهات السياسية أو إدارته لبعض الملفات والأزمات، زي مسألة إعادة الجنود إلى الأرض أو إعادة تموضع أو إعادة وجود الولايات المتحدة في بعض القضايا الدولية، أنت تعلمنا كيف يسير بالولايات المتحدة في السياسة الخارجية، أو حتى اتهامه في مسألة ما يخص الصين أو روسيا أو العلاقات الشخصية ما بين بعض الرؤساء الدول. كل ذلك هو كان يتحسب تماما لمثل هذه المكيدات سواء من الإعلام أو من داخل مجلس النواب الذي يمتلك أغلبية ديمقراطية، أو بعض الوجوه اللي قد تكون موجودة وتسبب له. هو يتحسب طول الوقت أنه زي ما بنسمع طول الوقت أنه لن يترك المقعد بسهولة، يعلم أنه قد تحدث عمليات تزوير. رأينا السابق في الحملة الانتخابية 2016 انه اتهامات كثيره وقضايا اتفتحت وتحقيقات في تدخل الصين وتدخل روسيا في تغيير النتائج. هو يعلم ان قد تكون هناك نوع من انواع عدم التسليم بالنتائج اذا حدث فيها تلاعب بشكل فجأة تؤدي الى خساره، فهو يتحسب لذلك. وراينا حتى على في الداخل الامريكي بعض اكبر الولايات والمحلات في هذه الاماكن
سددت ابوابها الزجاج بالواح خشبيه خوفا من احداث عمليات شغب لوجود انصار له يزعمون او يهددون طول الوقت انهم على لن يسلموا السلطه بسهوله. نعم، نريد أن ننوه فقط بأنه يعني دكتور إسماعيل بأنه ويسكونسن ونيفادا هناك تقدم لبايدن في هذه الولايات، ولكن ترامب بمجمل الحال يعني يتقدم بنسبة 50.5% مقابل 43 لبايدن، خاصة في ولايات نورث كارولينا، وذلك بعد فرز 94% من الأصوات. تأثير هذه الولايات المتبقية دكتور إسماعيل على ترامب تحديدا يعني وعلى الحزب الجمهوري لحسم النتيجه، كيف تراها؟ انا ارى انه الاعلام تسرع في او هو ليس متسرع، هو سهل اظهار النتائج في الولايات الديمقراطيه لمحاوله ايحاء ان الفرصه بعيده على ترامب، وان مساله اعاده انتخابه قد تكون انتهت، وان هو لن يكون سيد البيت الابيض في هذه الانتخابات. انا شايف انه ما زالت الفرصه قائمه، وانه الرئيس دونالد ترامب يستطيع ان يحسم المساله، وانه كل الولايات اللي موجوده والمتارجحه قد تكون في صالح ترامب في النهايه. يعني انا مش عايز اقول لحضرتك خاصه انه ايضا دكتور اسماعيل يعني ولايه بنسلفانيا اليوم يعني تحرز تقدما لصالح ترامب، وهي ولايه كان يعني الجميع ينتظر يعني نتائجها، لانه يقولون بانه هي في الاخر هي مفتاح الحل. بالضبط يا فندم، هو ده اللي انا عايز اقوله، انه يعني الاصوات متقاربه جدا زي ما قال ترامب في مجمع انتخابي ليه امبارح او في الخطاب اللي قاله، انه الفوز سهل جدا وان الخساره صعبه. قد يكون يعني نفهم من الموضوع ان احنا ما زال بايدينا ان احنا نستطيع ان نحسم المعركه وان نعلن فوزنا، وانا شايف انه الامور يعني ليها علاقه بانه جو بايدن لم يكن الرئيس الذي يستطيع ان يجابه الرئيس دونالد ترامب رغم كل المشاكل والتداعيات التي حدثت في العام 2020. الديمقراطيين يعني فرصتهم اعتقد ان هي رغم كل المصاعب التي واجهها دونالد ترامب، انما فرصتهم بسبب المرشح الذي يمثلهم وهو جو بايدن، سياسي كبير فوق السن 78 سنه، موجود على الساحه، موجود على الساحه طول الوقت، معروف ماذا سيفعل، وانه كان سيكون ظل للرئيس باراك اوباما، لم يكن بالشعبيه والكاريزميه التي يغري الامريكيين. اعتقد انه كان يجب عليهم الدفع بوجه جديد يستطيع مجابهه مثل هذا الرئيس القوي الذي ادى بسياسات الولايات المتحده على مدار 3 سنوات قبل العام 2020 بشكل جيد وبشكل قوي. انا شايف ان فرصه دونالد ترامب للاستمرار في البيت الابيض النهارده، يعني انا كمشاهد يعني، وهناك ايضا الكثير من الخبراء يعني دكتور اسماعيل يعني الاستماع اليوم صباحا الى كلمه جو بايدن وايضا دونالد ترامب، يقولون بانه حديث دونالد ترامب جاء يعني قويا وهو متاكد من الفوز، الا انه جو بايدن كان حديثه مقتضبا نوعا ما، ويعني كان كانه حديث للتمهيد للخساره وكانه يعلم النتيجه مسبقا. كيف نظرت حضرتك يعني هاتين الكلمتين اليوم؟ انا شايف انه ده مؤشر مهم ومؤشر قوي للمتابع الموضوع عن قرب، انه الانتخابات الامريكيه لم تكن اختيارا بين جو بايدن ودونالد ترامب، وانما يعني ما يمكن ان نسميها، او ده تحليل شخصي ليا انا شخصيا، هي انه نقدر نقول هي تصويت على اعاده دونالد ترامب او عدم انتخابه. يعني أنا شايف أنه ترامب هو الأكثر وهو الأقرب إلى أن يكون سيد البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة، هو أدى بشكل قوي جدا، وأعتقد أن الأمريكيين نفسهم عندهم إحساس، وهذه السمة على مدار إرث تاريخي كبير في الانتخابات الأمريكية، أن يعطوا فرصة للرئيس الذي أدى ولو حتى واجه تحديات أن يستمر لمدة 4 سنوات قادمة. ودي حصل استثناءات بسيطة، انه الرئيس في
في بعض الحالات كان بيبقى موجود 4 سنين ولا يتم انتخابه. انا اعتقد انه تحديدا عند هذه النقطة اللي قمت بذكرها دكتور اسماعيل، البعض قال بانه هذه الانتخابات التاريخية الغريبة التي تحدث اليوم في اجواء يعني لم نشهدها سابقا، ان كان بارقامها او بال يعني جائحة كورونا وهذه الاجواء المحيطة، يعني كل ما يحدث اليوم سيكون هو بمثابة استفتاء على ترامب على ال4 سنوات التي قضاها يعني في البيت الأبيض، هي استفتاء تحديدا لشخص ترامب. هل توافق على هذه النقطة ولما يعني يتم هذا الطرح؟ أنا أوافق جدا، يعني أنا يعني زي ما أنا قلت لحضرتك كنت لسه بكمل دلوقتي، أنه الرئيس دونالد ترامب على مدار ال3 سنوات كان بيؤدي في الداخل الأمريكي بشكل قوي جدا على كل الملفات والقضايا التي تهم وتمس الناخب الأمريكي بالأساس يعني. وعشان كده يعني باستثناء تداعيات كورونا واللي حصل من الشرطة العنصرية، إنما هو كان بيأدي بشكل قوي جدا، وكانت فرصه وفي إعادة انتخابه لفترة تانية كانت هتبقى أسهل من اللي احنا بنشوفه دلوقتي لو لم يكن واجه العالم مثل هذه التحديات. إنما في النهاية دونالد ترامب اشتغل على الملفات الخارجية بالشكل الذي يرضي الداخل الأمريكي، حتى لو نحن في العالم ننظر إليها على إنها انكماش أو نازلية معينة للولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب لم يقوم بشن هجمات داخل دول معينة، أو لم يقوم بحروب، مع استثناء الهجمة الأمريكية لمقتل قاسم سليماني في العراق وأبي المهدي المهندس، ودي جاءت بعد التحرشات الإيرانية للأمريكان في العراق، عمل بشكل كبير على إعادة الجنود الأمريكيين المنتشرين في كل قواعد الولايات المتحدة في العالم، في عمل يعني اتفاق سلام مع طالبان في أفغانستان وأعاد العديد من الجنود، إعادة تموضع الجنود اللي موجودين في الشرق الأوسط بشكل قوي، علاقات جيدة مع دول الشرق الأوسط دول الخليج، استثمارات هائلة تم ضخها في الاقتصاد الأمريكي، علاقات جيدة حتى على المستوى نحن نتكلم في مصر، يعني انخفضت نبرة الحديث عن حقوق الإنسان والديمقراطية التي صدعوا أدمغنا بها في الفترة الفائتة لتفتيت المنطقة. كان يريد أو هو يفضل التعامل مع القادة والرؤساء الأقوياء الذين يستطيعون فرض الأمن والسيطرة واستثمار العديد من الأموال، يعني ضخ مزيد من الأموال داخل دول العالم، وهذا كان يريح الكثير، يعني رغم كل المناوشات وكل الصراعات إذا جاز التعبير ما بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، إن على المستوى الشخصي وعلى مستوى الرؤساء توجد هناك صداقة قوية ما بين الرئيس بوتين، واعتزاز بالنفس حتى علاقات كده ودية ما بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب، ما بين تشي وترامب في الصين، ما بين يعني حتى على مستوى الكيمياء نستطيع أن نقول أن هذه الصفات موجودة حتى ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب. هو يعلم أو يريد أن يقول أننا نعلم قيمة الرؤساء الذين يستطيعون أو يحافظون على أوطانهم، هذا كان يريح الخارج ويريح الداخل الأمريكي الذين يريدون أن ينظروا إلى حياتهم اليومية، ما يدفعونه من ضرائب، ما يقدمونه من خدمات، ما يتلقونه من رواتب، إجمالي عدد شركات بيتفتحت، استثمارات بيتم ضخها، مصانع بتشتغل، منتجات أمريكية بتبقى موجودة في كل دول العالم، حماية جمركية، عدم وجود الوافدين اللي ممكن يسببوا أعباء ضخمة على الداخل الأمريكي. وأعتقد أن ده هيكون حاسم في حسم الولايات المتأرجحة، لأنهم في النهاية حتى لو قالوا عكس كده فهم من أعماقهم يتمنون أن تكون الولايات المتحدة مغلقة عليهم بعيدا عن الملونين والمهجرين، وأن تكون الولايات المتحدة في أزهى صورها. تحدثت دكتور إسماعيل عن الشرق الأوسط، ذكرت روسيا، العالم بأسره بالفعل يتابع هذه الانتخابات الأمريكية، يتابع يعني نتيجة هذه الانتخابات التي يعني ستكون خلال الأيام القادمة، ولكن إذا تحدثنا عن أوروبا تحديدا، برأيك من الذي تريد أوروبا وصوله إلى سدة الحكم؟ بمعنى آخر، كيف تنظر أوروبا اليوم إلى احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن؟
يعني حضرتك انا اتكلمت في الجزئين اللي يخصونا اسيا والشرق الاوسط، اعتقد ان معظم الدول دي تتمنى ان يتم اعاده دونالد ترامب، لكن في بعض الدول يعني الدول الاوروبيه تحديدا اكيد ترغب في التعامل مع اداره الديمقراطيين وجو بايدن. ايران على سبيل المثال تنتظر بفارغ الصبر ان يتم اعلان فوز الرئيس جو بايدن والإدارة الديمقراطية لإعادة الدخول في مفاوضات او إعادة الملف النووي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة اللي أضاع دونالد ترامب كان في هناك بعض المناوشات الكبيرة فيما يخص الجانب التجاري مع ألمانيا مع فرنسا مع الاتحاد الأوروبي مع حتى العلاقات في احسن صورها. اعتقد ان الاوروبيين يفضلون اداره ديمقراطيه للتعامل فيما يمكن ان نطلق عليها القيم العليا التي لها علاقه بالديمقراطيه وحقوق الانسان بعيدا عن فرض الحمايه الامريكيه لمحاوله حمايه الولايات المتحده من كم التبادل التجاري الذي يكون في صالح اوروبا في بعض الاحيان. طيب دعنا نتحدث دكتور اسماعيل عن سيناريوهات في حال يعني تم تعادل ترامب وبايدن، ما السيناريوهات التي من الممكن ان يتم التوجه اليها؟ هل ستكون المحكمه العليا ام انه مجلس النواب هو من سيختار رئيس الولايات المتحده الامريكيه في هذه الحاله؟ انا اعتقد انه يعني بعض يعني المحللين يعني اشاروا تحديدا في هذه النقطه للسيناريوهات التي يمكن ان تحدث نتيجه انتخابات لم يتم حسم نتائجها، ان الرئيس دونالد ترامب مستعد لمعركه قانونيه كبيره في المحكمه الدستوريه العليا او المحكمه الامريكيه العليا وهي فيها اغلبيه جمهوريه بعد الموافقه على القضيه الاخيره والتي تمثل الجمهوريين. دي مسألة أنا شفت كمان امبارح خطاب لنانسي بلوسي يعني بتشيد بالمسألة وإن احنا ممكن أن نحسم الموضوع داخل مجلس النواب، لكن أنا أعتقد بما يتميز به الرئيس دونالد ترامب أنه يعني السيناريو الأقرب أنه سيلجأ إلى المحكمة، وأعتقد أنه بعض شيوخ المحسوبين على الحزب الجمهوري سيكونوا موجودين في الصوره، وان المساله لن تكون لها علاقه برغبه الرئيس دونالد ترامب فقط، وانما يعني الكبار في الحزب الجمهوري سيكون لهم تواجد عن طريق ابرام صفقه معينه لها علاقه ب قد يكون في نوع من انواع التامين اذا جاز التعبير للرئيس دونالد ترامب اذا حدث ما لا يرغبه الا يكون رئيس لفتره جديده، على اعتبار ان احنا ممكن هو يعني في طول الوقت كلام في الاعلام انه في ضرائب معينه وفي تهرب معين في قضايا قد تلاحقه اذا ترك البيت الابيض، ممكن يحصل في نوع من انواع الصفقات لتامين بشكل معين وخروج امن او خروج بعيدا عن الملاحقه القضائيه اذا رأوا أن سمعة الولايات المتحدة الأمريكية كذراعية للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في مهرجان يشهده العالم كله أن يتدخلوا، لكن أنا شايف أن لسه دي مسألة يعني قد تحسم بعد عدم موافقة الرئيس دونالد ترامب على النتائج أيا كانت يعني، لكن إذا حسمت بإعلانه رئيسا ستتم الأمور في استمرار كما نراها ونشاهدها دقيقة بدقيقة مع حضرتك. أشكرك شكرا جزيلا دكتور إسماعيل تركي المحلل السياسي، حدثتنا مباشرة عبر الهاتف على كل هذه المعلومات وعلى هذا التحليل.